المياه دي طبعا اول حاجه هتصاب تتلوث بالمواد الصلبه، واللي هي هذه طبعا خطيره، ولو دخل جسم الانسان هذه ما تطلعش. لحد الان ليس هناك اي يعني حاله تم اثبات انها هي تعرضت لتلوث، قصدي او استخدمت مياه ملوثه. الوضع تحت السيطره حاليا. جادة أطلقتها السلطات في ليبيا محذرة من إمكانية تلوث مياه الشرب في درنة جراء السيول الجارفة التي ضربت المدينة في 10 سبتمبر الماضي، إذ يتوقع خبراء تسمم مياه الشرب جراء اختلاطها بمياه الصرف الصحي وتحلل الجثث. في سياق متصل، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض حالة الطوارئ لمدة عام في كامل المناطق الشرقية التي ضربتها الفيضانات، وذلك عقب ارتفاع حالات التسمم بالمياه غير الصالحة للاستهلاك إلى 150 حالة. أماكن النازحين اللي موجودين، أماكن النازحين اللي موجودين بالأمس 55 حالة إسهال، اليوم ارتفع العدد إلى 150 حالة. للأسف مصدر التلوث مياه الشرب. نوهنا مرارا وتكرارا إن غير مسموح باستخدام مياه الشرب العادية اللي موجودة في المدينة قطعا، قولا واحدا إن الأشياء هذه مرفوضة. الآن كل الاعتماد الآن على مياه الشرب هو العلب البلاستيكية، سواء كانت يعني هذه، بس إن استخدام مياه الشرب العادية هذا ممنوع. لو قعدنا أسبوع لن ينتهي الوضع في أسبوع ولا في شهر. نحن أعلننا حالة طوارئ لمدة سنة أقل شيء مبدئياً في المناطق هذه. حذر شديد يخيم على درنة المنكوبة خوفاً من ثقل محنة جديدة قد تكون آثارها صعبة على ليبيا، البلد الذي يعاني أساساً من الجفاف وشح الموارد المائية. وللتأكد من مدى خطورة الأوضاع حالياً، تواصلنا مع وزير الموارد المائية بالحكومة المكلفة من البرلمان، وهكذا كان الرد. فيما يتعلق بموضوع مياه الشرب وتلوث مياه الشرب في مدينة درنة الكريمة، لحد الآن ليس هناك أي يعني حالة تم إثبات أنها هي تعرضت لتلوث، قصدي أو استخدمت مياه ملوثة. الوضع تحت السيطرة حاليا، تم مراقبة كافة مصادر مياه الشرب. طبعا الآبار لا تستخدم هذه الفترة نتيجة يعني ثبوت تلوثها، ويعني هذه الآبار في غالبها أمرت بالطمي وبالمخلفات، وبالتالي الآن التركيز في مياه الشرب عن طريق المياه المعلبة والمياه المنقولة عبر الصهاريج. وكذلك تم الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى إدخال محطة التحلية درنة للخدمة خلال اليومين الماضيين. طبعا الأحواض اللي موجودة داخل المحطة، الكميات المياه اللي فيها تم يعني معاينتها معاينة جيدة، وهي بحالة جيدة وليس هناك أي احتمال يعني لخطورة تلوث. كيف سيتم التعامل مع خطر تلوث مياه البحر؟ استخدام المياه الأخرى من البحر هذه ستخضع لمراقبة، إذا ثبت أن هناك أي تلوث لن تستخدم المياه في موضوع التحلية. وإذا كان البحر يعني خلال هذه الفترة يعني تخلص أو على الأقل ليس فيه هذه الشوائب وهذا التلوث، سيتم استخدام المياه في ملء الأحواض الخاصة بمحطة التحلية درنة. تلوث المياه أسبابه وأنواعه. بينما تحاول السلطات في درنة حصر الكارثة، يطلق أطباء صرخة استغاثة محذرين فيها من مخاطر التلوث بيئياً وصحياً. فما هي أسباب تلوث المياه؟ في عدة أسباب للتلوث مياه الشرب. بالنسبة للوضع درنة معمارياً أو كهندسياً، لأن هي مائلة،
مياه تلوث، مياه الشرب تتلوث بالخزانات الصرف الصحي اللي يحفروا فيه الناس. هذه أول حاجة، هذا في الوضع الطبيعي، لأن في معادلة كل شهر تنزل الملوثات للأرض 1 متر كل شهر، فما بالك بحد فاتح خزان كبير وجرى دير بير جوفي، فشوفي أنت كيف تنتقل الملوثات. لكن في الفيضانات أول شيء يتلوث بقوة الفيضان ولا الطوفان هي حاجتين: المياه الجوفية اللي تتبع للدولة مثلا شركة مياه الصرف الصحي، وأيضا المياه اللي حفرينها الناس بروحهم، وهي طبعا هذه الأخطر. ما هي أنواع التلوث وما هي مخاطره؟ أخطر شيء خافوا منه هن تلوثين: التلوث الكيميائي والتلوث الميكروبي. بالنسبة للتلوث الكيميائي، عادة يحدث نتيجة إذا كان في وجود مصانع مواد كيماوية أو أي مواد كيماوية تدخل تختلط بالمياه، وهذه صعب أنك تخلصي منها، تبي معالجات كبيرة وكبيرة جدا. التلوث الميكروبي اللي هو عادة في معظمها تكون بكتيريا المعدة اللي هي الإشريشيا كولاي اللي أو مياه السيوج اللي هن المياه السوداء، مياه المجاري، هذه خطيرة جدا، لأن أنت عارفة أنه هو هذا وسط مناسب لنمو البكتيريا وبعض أنواع الفيروسات وكذلك بعض أنواع الفطريات، وفي العادة تكون مصحوبة بطحالب، لكن طحالب ما فيش منها خوف إلا إذا كانت تفرز مواد سامة في الوسط متاع المية. هل عمق الانقسام الحكومي مأساة درنا؟ لا شك أن المخاطر تحاصر درنا والقرى المجاورة المنكوبة بعد الكارثة الأسوأ خلال هذا القرن، لكن يبقى السؤال: كيف تدير الحكومات في ليبيا الأزمة؟ طبعاً تعاطي الحكومات هذا حديث ذو شجون، يعني توا صراحة هو التعاطي ما يكونش بعد الكارثة. نحن دائماً نتعامل مع الكارثة زي سيارة المطافي، أو كيف ما يقولوا باللهجة العامية في الناس العادية، هي فوجة الجزوزة أو البيبسي. يعني دائما نحن التأجج عواطفنا أثناء الكارثة، صدقيني يعني أحسب بعد شهر من الآن تلقى الموضوع هفت وانتهى، وحتى في التعامل سواء المواطن اللي كان عنده عاطفة جياشة أو إلا أهل المصيبة. ولكن تعاطي كان ركيك صراحة في الأول، أنا حكون منصف، أكبر تعاطي كان تعاطي الناس، تعاطي حتى في جهات في الدولة اللي ممكن لا غبار عليها، اللي خلينا نقول صراحة ما وانا هنا الظل متاع الانقسام أثر حتى في هذه المصيبة، يعني سؤال من الجهتين. أنا ما بيش نقول لك كيف تكون الإجراءات، قعد الكلام الله عندنا مثاليات وترف بأمانة، يعني بأمانة عادة المفروض أول ما تصير كارثة تكون لجنة أزمة وطوارئ واحدة وتكون في سنتر في مدينة، مثلا بينا في درنا، وخلينا نقول بصراحة وعاصمة المنطقة الشرقية هي بنغازي، تكون في بنغازي، يوزع منها لجان حسب التخصص، ولكن مش نسمع بلجنة طوارئ ولجنة أزمة ولجنة توزيع ولجنة مش عارف إيش، ولا هذا يضيع ويستهلك وقت ويريح من يريح ويذيع من يذيع واللي تحت الركام يموت بصراحة. فالتعاطي كان كعادة ليبيا دائما تعاطي المادي، سوف نعطي مئات الملايين يا راجل، أنا هنا أتكلم على التعاطي أثناء الأزمة. الصور المرعبة للفيضانات والسهول والمياه الملوثة والجثث الملقاة شكلت هاجساً حول مصير العيش في المدينة دون ماء ودون مأوى وتحت ركام الذكريات المؤلمة، فكيف ستكون الحياة في درنة ما بعد الكارثة؟